ختاما مشاهدينا منروح لإصدار بين الحاضر والمستقبل المعالجة النفسية سعاد سلوم لحتى نحكي معها أكثر بتفاصيل وأهمية هذا الإصدار يلي يعتبر بوصلة للشباب يلي بيوصلوا على آخر المرحلة الدراسية المدرسية وبيكونوا على عتبات اختيار توجهاتهم بالحياة. بنحكي بتفاصيل هالموضوع. سعاد صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. بداية رح انطلق معك نحكي شوي، اسمحي لي نحكي عن انطلاق فكرة هيدا الكتاب، كيف بلشت؟ الفكرة بلشت لما صار عنا قصة كورونا ومجبورين كنا نبقى ببيوتنا. فكرت أنا قلت ليه ما بستفيد من هالفكرة هيدي وبعمل طريقة أخذ خبرات اللي مرقوا عندي المشكلة الأساسية شو كانت، ومن هون حطيت البلان تبعي. ولما صرت تسمح لظروف تلفين أو أخذ موعد يجوا عندي على العيادة أو روح لعندهم، وشيئا فشيئا قدرت أعمل الكتاب. لما نحكي عن هذا الكتاب شو فينا نحكي عن الأبواب يلي بيتضمنها؟ كيف قسمت المحاور يلي بيتضمنها هذا الكتاب؟ أنا ركزت على هاجس الأهل حالياً وهاجس الناس حالياً، الشباب اللي بالمدرسة بيوصلوا بيقولوا شو بدك تتخصص ما بيعرف، أو بيقول مهندس أو محامي أو يعني المهن التقليدية اللي عم نعرفها. لا، أنا شفت أنه في مهن كتير تستحق الواحد يلتفت نظره إليها، يقدر يستفيد ويدرسها ويقدم يخليها تتطور بالحياة. فلذلك شفت في مهن بدها شهادات اضطراري، وفي مهن ما بدها شهادات، فيك تشتغلها بدون شهادة. وبهالانطلاق بلشنا ودقيت أبواب ناس مهمين إلى قيمتهم بالمجتمع ليقولونا أنه في مهن أنتوا ما عم تنتبهوا لها، نحن موجودين. وللي كمان اللي ما عندهم شهادة انه كمان عم بيشتغلوا وموفقين وبقيوا بلبنان. نعم سعاد، بضمن الكتاب شهادات لعدد من الاشخاص، خبريني اكثر هالاشخاص اللي توجهتي لهم وادلوا بشهادات ضمن هالكتاب، مين ابرز هؤلاء الاشخاص؟ أبرزهم ناس مشاهير. عنا كميل سلامة كاتب، وعنا نادين لبكي كمان كاتبة ومخرجة معروفة. نعم. عنا مثلا مين بقدر أقول لك، عنا ماري تيريز معلوف ممثلة، وعنا إلي خوري دكتور بالعلاج الفيزيائي، وعنا شخصيات كمان مهمة مختلفة. هيدول أبرزها اللي حكيوا. عنا موريس، عنا مهن ولا حطينون، عنا موريس يزبي هو هيدا تقويم السمع. نعم. هيدول مهن مهمة ما حدا عم بينتبه لها. لا. عندك من المهن المواهب اللي ما بتطلب شهادات جامعية، عندك ماجي فرح. مع العلم إنه ماجي فرح مع حفظ الألقاب عندها شهادة إعلامية أصلا، حبت تفوت على باب الفلك وسابرت وأخذت دورات وطالعت، وبعدين قدرت تطلع صارت معروفة. نعم. إنه هي فلكي. عندك سهام الصافي مغنية وصلت للغناء بدون ما تفوت على مدرسة جامعة، بواسطة عمها المرحوم وديع الصافي المطرب. نعم. الكبير. يعني وهيدا انطلاقا يلي من يلي حضرتك عم بتقولي هون كمان من هذا الباب، انه الفشل لا يعني انه ما يكون متخصص بيلي عملته، ما يكون معي شهاده فيه، وهذا اكبر دليل يلي حضرتك عم تتفضلي فيه. ايضا الكتاب يواكب العصر مثل ما بتقولي، كيف يواكب العصر وكيف هيدا المهن وهيدي التفاصيل يلي اوقات ممنوعه لموجوده بحياتنا، منركز على مهن معينه ومننسى غيرها، كيف يواكب العصر؟ نحن عنا بالربون اللي نزلت على المملكة العربية السعودية. نعم. وقدموا لها باسبور السعودي، وكان حديثة هي وصلت
لتخدم الناس كلها بكل شيء بكل ما بتقدر. عندنا اليوم سيارات طيارات ترينات مترويات بأوروبا عم بيمشوا بدون طيار، هيدا المواكبة العصر. هلأ وين راحوا الأصحاب اللي كانوا عم بيشتغلوا؟ أكيد بيلاقوا أبواب تاني، بس هيدا اللي لازم نتحضر له، إنه في قلب نوعية من المهن التقليدية لمهن إلكترونيك. هلأ بتفوت في مؤسسات ظهرت موظفين وحطت محل الرجل الإلكتروني لهو يخنم، لهو يعمل مثلاً ستوك، لهو يعمل تنظيم الإدارة. هيدا هو مواكبة العصر. نعم، أكيد. ختاماً مع حضرتك اليوم لما نحكي عن أهمية هذا الكتاب، بأهمية جمع الفرص يلي بيقدمها للشباب اليوم ويلي بيعطيهم فكرة عن شو ممكن يكون ناطرهم باختياراتهم لهالحياة، المعالجة النفسية سعاد سلوم، شكراً لحضرتك وألف مبروك هذا الإصدار. أهلا وسهلا. مرسي لك.